هنا أهالي العسكريين المخطوفين وصحفيون يتعرضون للعنف من قبل عناصر قوى الأمن في منطقة الصيف، وهنا صحفيون يتعرضون للعنف من قبل الحرس الحكومي في داخل دار الفتوى، وهنا في المقابل المياومون يحتلون منذ أشهر مؤسسة كهرباء لبنان ولم يجبرهم أحد على إخلائها، وهنا متظاهرون يقطعون طريق المطار ويجبرون المواطنين على التنقل سيرا على الأقدام ولم يحرك أحد ساكنا. إنها نماذج من مجموعة كبيرة تدل على أن هناك صيفا وشتاء تحت سقف واحد في تطبيق القانون، ويعود السبب في الدرجة الأولى للحماية السياسية. يعني هل طبيعي أنه طرقات تتسكر؟ هل طبيعي أنه مرافق عامة مثل كهرباء لبنان تتسكر؟ هل طبيعي يعني ليه حتى طول؟ بالآخر هذا الضرر عم بيكون على الناس مش عم بيكون على السلطة السياسية اللي أنت عم تعترض على أدائها. مشان هيك خلينا نروح على حالة تانية من الاعتراض بيسمح فيها الدستور، من التظاهر للاعتصام لغيرها من وسائل غير العنفية واللي ما بتولد يعني احتكاك لا مع الناس يلي هن متضمنين معهم ولا مع القوى الأمنية. القوة تستخدم عندما تكون منشآت حيوية مهددة بالتخريب، وعندما تشعر العناصر الأمنية أنها مهددة وفق المادة 225 من قانون قوى الأمن. على رجال قوى الأمن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة. طيب فسر شو يعني الضرورة؟ إنه أي عنف تقتضيه الضرورة. بالمبدأ لازم يكون العنف هو الاستثناء لحالة الدفاع عن النفس، مش بحالة إنه تفتح طريق أو بحالة إنه تفض تجمع. المواجهة بدها تكون فعلا موازية للفعل. إذا واحد بوجهه ما في مسلح ما بيقدر يقوس، إذا هو اللي بوجهه ما عم بيهاجمه جسديا ما بيقدر هو يهاجمه جسديا. في أحداث المواجهات تبرز دائما المطالبة بالتحقيق لتحديد المسؤوليات، ويشير الوزير بارود إلى أن تجربته في هذا المجال مع المفتشية العامة لقوى الأمن والمديرية العامة كانت مرضية جدا. والمفتشية بترفع تقريرها لوزير الداخلية اللي بيقدر ياخذ التدبير أو يوافق على اقتراح التدبير المتخذ. لأسباب صغيرة أو كبيرة تقطع الطرقات في لبنان، ظاهرة استشرت ولم تعالج أبدا كما يجب.